كنا من مخادعات. أكرهكن. كل ما تجدنه هو لساعته إلي. من هناك؟ مرحبا. من أنت؟ اسمي سيندي لمعلوماتك. كيف أتيت لغرفتي أصلا؟ أنا جارتك وأعيش بالقرب منك وجئت لأتعرف عليك. لا تخفيني هكذا. لماذا كنت تبكين وترمين الحلوى؟ انظري، هاتان المخادعتان كيسي وأليس وأختي إيفا. لقد تعبت منهن، إنهن يسيئن إلي. يا للهول، هذا فظيع جدا، وبالإضافة شقيقاتك. لا أحد يفهمني على الإطلاق، حتى والداي. إذا ما رأيك أن تخبريني بكل شيء وقد أستطيع مساعدتك؟ اسمعي القصة. في الصباح الباكر بدأت الحكاية. أوي أمي، أحضري مقياس الحرارة بسرعة، أنا مريضة. إيفا، لماذا أنت مستلقية؟ هيا قومي، علينا الذهاب إلى المدرسة. ابتعدي يا مجنونة، أنا مريضة ولن أذهب إلى المدرسة. هيا لا تكذبي، لقد سمعت محادثتك مع كيسي. أنت تتظاهرين لكي تتغيبي فقط. تينا، لماذا تضايقين إيفا؟ ألا ترين أنها مريضة؟ أمي، لماذا مقياس الحرارة؟ إنها تكذب، إنها تتظاهر. هل جننتي؟ قلت لك ألا تسيئي إلى أختك، وبالإضافة أنت ترتدين هذه الملابس الغريبة مجددا. ملابسي ليست غريبة، هذا أسلوب حياتي. أسلوب حياتك هو الدراسة جيدا والتصرف كالأطفال العاديين. نعم أمي، كل المدرسة تضحك منها. أوي، كم أنا مريضة. إيفا عزيزتي، سأحضر لك الدواء الآن، وأنت تهينين عائلتنا. اذهبي والبسي ملابس طبيعية مثل إيفا. كلا، سأرتدي ما أريد، لن أكون مثل هذه المخادعة. أوي أمي، انسي أمر تينا، من الأفضل عالجيني. بالطبع بالطبع. أمي صدقتني. وتلك المزعجة تينا كادت أن تكشفني، كم هذا فظيع. أمي لا تفهمني على الإطلاق، وأبي أيضا، هما يظنانني مجنونة. هاي ساندي، هل أنت نائمة؟ هاي ماذا؟ أين؟ شكرا، هكذا كنت تسمعينني. أنا أستمع إليك، أستمع. أخت مخادعة ووالدان شريران. أصلي أصلي، غير ذلك، المدرسة تسخر مني، أتتصورين ذلك؟ نعم. كيسي، أين إيفا؟ لماذا لم تأتي إلى المدرسة اليوم؟ لقد قررت بخفة التغيب عن الدروس. جيد، إن إيفا ذكية، تمكنت من خداع والديها، ليست مثلي. مرحبا بالجميع. لقد اشتقت إليكم جدا طوال عطلة الأسبوع، أردت المجيء للمدرسة جدا. هل سقطت من السماء قوس قزح؟ نحن لم نشتق إليك أبدا. شباب، لديكم مهمة جديدة وعليكم تنفيذها في ثنائي. أوه رائع، وما هذه المهمة؟ سأخبركم لاحقا. هل قمتم بتقسيم أنفسكم؟ ليس بعد. سأساعدكم إذا. حسنا، ما تينا ستكون. لا 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 لا، كيسي تعالي معي، هيا. ربما هناك متطوع يريد العمل مع تينا. لقد تذكرت، يجب أن أذهب إلى الطبيب. وأنا أيضا، أنا وكاسي لدينا نفس الطبيب. هنا. أوي، معدتي تؤلمني. تريس. لا، إلا تينا، إلا هذه المجنونة. لا أفهم شيئا، ماذا يحدث مع الطلاب؟ هم يعتقدون أنني الأسوأ في الصف، هذا هو الأمر. يا تينا، ما خطبك؟ زملائك مشغولون فحسب، سنجد لك أحدا بالتأكيد. أستاذة إيريال، هل تعتقدين أيضا أنني مجنونة قليلا؟ كيف أقول لك؟ أنت فتاة جيدة جيدة، ولكن هذه الزينة ربما قد تخلعينها؟ كل شيء واضح معك، واضح. لا أريد أن أدرس هنا بعد الآن. هكذا، لا يحبني أحد في الفصل أيضا. توقفي، ألم أخبرك؟ سأدرس معك في نفس الفصل. مذهل، هذا رائع، ستكون لدي صديقة. لنذهب إلى المدرسة لكي نرى زملائك.
ساندي أنت رائعة جدا. تينا لماذا لم تدخلي إلى المطبخ؟ لقد نسيت علبتك. شكرا لك يا أمي. أرى أنك ما زلت لا ترتدين ملابس عادية إلى المدرسة. أمي هذا لاحقا، من الأفضل أن تحضري لي صندوق غداء آخر لصديقتي. ماذا؟ أي أصدقاء؟ أنا أعرف أنه ليس لديك أصدقاء. ها هي صديقتي ساندي، سندرس معا. يكفي، لماذا تكذبين علي؟ ساندي لنري أمنا تحيتنا المميزة. أجل هيا. باو باو باو. لقد كان هذا رائعا. يكفي، لم يعد هذا مضحكا. تينا توقفي. انتظري ومرة أخرى. ألم تكن حركتي مع ساندي رائعة؟ تينا توقفي عن الهراء واذهبي إلى المدرسة. أمي دائما لا يعجبك الشيء. حسنا وداعا، أنا وساندي سنذهب إلى المدرسة. ساندي لنذهب. ساندي ماذا تفعلين؟ أنت مجنونة. كنا أن نتأخر على الدرس بسببك. هذا ماذا يكون؟ لا أعرف، هذا شيء مخيف وغير مفهوم. ساندي لقد سئمت منك. هاي أنت مجنونة. هل أستطيع أن أمزح معك؟ والزملاء مرحبا. تينا هل جننت تماما؟ أنت بحاجة لمساعدة، اذهبي إلى الطبيب. أنا خائفة حقا من الدراسة معك. كل شيء بخير، صديقتي ساندي فقط خفيفة الدم، أليس كذلك يا ساندي؟ أجل هذه مزحة. هيا ساندي عن ماذا تتحدثين؟ انتظروا ساندي صديقتي الجديدة ستدرس معنا. وأين صديقتك؟ ها هي أنا. تعرفوا ساندي. هل جننت؟ هنا لا يوجد أحد. كيف لا توجد؟ من التي تقف معي إذا؟ هذه الفتاة تدعى ساندي. رفاق لنرحل من هنا، إنها مجنونة. أجل. بل أنتم المجانين، لدي صديقة لذلك تحسدونني. تينا لا عليك إهدائي، ربما من الأفضل ألا تبرزيني هكذا، أشعر بعدم الارتياح. حسنا فهمت، لنكن أصدقاء نحن الاثنين. نعم. أب 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 أب. ألو كيسي، هل أردت شيئا؟ تتصورين أختك جاءت إلى المدرسة وعرفتنا على صديقتها سند، قالت أن صديقتها في الفصل ولكن لم يكن هناك أحد. هوي هل أنت جادة؟ هذه غرفة أختي. لديك منزل رائع. لماذا أتيت إلى هنا؟ لقد منعتك من دخول غرفتي. هل هذه أختك الشريرة؟ نعم أردت فقط أن أعرفك على سندي. إيفا هذه سندي، سندي هذه إيفا. ماذا؟ مع من كنت تتحدثين للتو؟ سندي صافحي يدها. أي يد؟ هي يدها، صافحي سندي هكذا. أنا خائفة. توقفي، سندي شعرت بالإحراج، ألا ترين؟ عزيزتي لقد تعبت جدا من العمل، ماذا تهوت اليوم؟ يا عزيزي كنت أقرأ هذه المجلة ونسيت تماما أنك قادم. إذن سنأكل المجلة. أمي. أبي تينا، تينا يحدث معها شيء غريب. لقد لاحظنا ذلك منذ فترة، إنها دائما شخصية مثيرة للاهتمام. لا هذه المرة الأمر أسوأ، إنها تعرفني على صديقتها سندي. هذا أمر جيد. لا الأمر هو أن هذه الصديقة غير موجودة، أتفهم؟ لو لم تعرفني على سيندي بل على الهواء. لا، عندما رافقتها إلى المدرسة تحدثت أيضا عن هذه الصديقة. لا أفهم شيئا، ما خطب تينا؟ إنها مجنونة. يجب أن نفعل شيئا بخصوص هذا، هي أفكار؟ لدي صديقة وهي طبيبة نفسية، يمكنها أن تساعدنا. اتصلي بها بسرعة ودعيها تأتي في الحال. أنتِ مرحبا، ما خطبك هناك؟ إن الأمر فظيع، لقد دعوتك للتحدث مع تينا. ما خطبها؟ تينا تقول أن لديها صديقة، هي تراها ونحن لا نراها. يا للهول، يجب أن نتولى هذا الأمر. نادي تينا وسأتحدث إليها. حسنا.
مرحبا. تينا عزيزتي مرحبا، هيا اقتربي واجلسي. من أنت؟ أنا كريستي صديقة أمك، أنا أعمل مع الأطفال وأساعدهم. كيف ستساعدين؟ سأساعدك في العثور على أصدقاء. لدي صديقة، ساندي تعالي إلي، أدخلي. تينا ما الأمر؟ هنا من يريد التعرف عليه، صديقتي. أين هي؟ إنها في الغرفة، ألا ترينها؟ هل هي حقا معنا؟ أجل، ساندي جلست على السرير، ألا ترينها أيضا؟ كلا، لماذا تظنين ذلك؟ مرحبا ساندي، أنا سعيدة جدا بلقائك. ساندي في الناحية الأخرى. إن صديقتك جميلة جدا. بالطبع جميلة. منذ متى أصبحت ترينها؟ أقصد منذ متى أصبحتما صديقتين؟ تعرفت عليها اليوم، ساندي انتقلت إلى هنا. متى انتقلت؟ قبل أسبوع؟ قالت أسبوعين. حسناً، هذا يعني أنها جارتك، هذا واضح. ساندي لين أنت؟ اهدئي، لا تتصرفي هكذا، لدينا ضيوف. اهدئي، هذا تصرف سيء، يكفي، هيا ارحلي، عليك الذهاب إلى منزلك. أظن أنني أفهم ماذا يحدث هنا. تينا، لماذا تسحبيني؟ أرأيتي؟ ماذا ستفكر عن كريستي؟ أهنتينا؟ لا تبالغي، أنا في مزاج جيد فحسب. أمي، أبي، أنا خايفة من تينا. إيفا اهدئي، الطبيبة كريستي ستساعدها بالتأكيد. ماذا لو كان ذلك ماضينا؟ كريستي، ما الأمر؟ أخبرينا، كيف حال تينا؟ بماذا سوف أخبرك؟ باختصار، إن ابنتك تينا الجنت تماماً، هل فقدت عقلها؟ هل هذا مرض؟ إيفا اهدئي، لديها صديقة، هذا كل ما في الأمر. إذن هل رأيتها؟ هل هي حقيقية؟ لا، هي خيالية. ماذا تقصدين بخيالية؟ هيا اجلسوا وسأخبركم بكل شيء. الأمر هو أن تينا كان ينقصها الحوار وأرادت العثور على صديقة، لكن يبدو أنها لم تنجح في الأمر واخترعت صديقة لنفسها. كيف يمكن حصول ذلك؟ هذا أمر طبيعي، توجد حالات كتينة، لكن الأمر الرئيسي هو عدم الضغط عليها. إنها مجنونة، كل شيء واضح هنا. إيفا، سوف أحزنك، ولكنها بصحة جيدة تماما، ولقد عثرت على سيندي، أو بالأحرى اخترعت سيندي فقط لكي تكون صديقتها وتدعمها. لقد خافت كل من في المدرسة وبعدها أنا ووالدي. عليكم تقبل الأمر، ربما سينتهي كل هذا قريبا. سمعتي؟ أنا مصدومة. سمعت ذلك. أتتصورين لقد اتصلوا بطبيب نفسي لأنهم يعتقدون أنك خيالية. هذه الحقيقة. مسحة أخرى يا سيندي، كيف لا تكونين موجودة؟ أنا ألمسك وأراك يا مامي. تينا اصحي، أنت وحدك من يستطيع فعل ذلك، لأن لا أحد يراني حقا. ماذا؟ لا، هذا غير صحيح، لا يمكن أن يكون ذلك. لا عليك، كل شيء بخير، أنا صديقتك ويمكننا مواصلة التحدث. لا، أنت لست حقيقية، كيف يمكننا التواصل؟ أنا مجنونة. تينا اهدئي، نحن سعيدتان معا لنواصل صداقتنا كما كانت. لا أعلم، هذا مستحيل، أنا مجنونة. انظري، سأتنزه معك فقط وسأتسوق أيضا، ولن تغار علي لأن صداقتك فقط. مهلا لحظة، حقا؟ ربما هكذا أفضل. مذهل أنك تفهمين ذلك، أنت أفضل وأعز صديقة لي. أهلا يا جميلة، لم نراك منذ فترة طويلة. أجل، وافق على التظاهر بأني مريضة لمدة سنة فقط كي لا أحضر الدروس. كيف أختك؟ يا لها الفتيات، لقد اتصل والدي بالطبيب النفسي. يا إلهي، الأمر خطير لهذه الدرجة. يا للهول، لطالما ظننا أنها مجنونة. أجل، بمجرد النظر إليها تفهم أنها مجنونة تماما. أنتظر الدرس بفارغ الصبر كي أضحك عليها.
ساندي، أنت رائعة حقا رغم أنك خيالية. وأنت رائعة جدا على الرغم من أنك حقيقية. حسنا، كيف هي؟ يبدو أن الأمر سيء، تينا ما زالت ترى صديقتها الخيالية. ساندي، شعرك كثيف جدا، أريد مثله تماما. ماذا؟ حقا؟ لم أسمع بهذا من قبل. رائع. بنيتي، ما الذي تفعلين؟ أمشط شعر ساندي. ماذا، ألا تريان؟ لا. صحيح، إنها ليست حقيقية. ابنتي، خذي الدواء. لا أريد. لماذا؟ هذا مسكن، قد تشعرين بتحسن. لست مريضة الآن. وأنتما هيا اذهبا، ارحلا، كل شيء بخير. تينا عزيزتي، يجب علينا أن نتحدث. توقفي، ماذا تفعلين؟ ما الذي حدث؟ لقد جلست على ساندي، احرصي. حسنا، هذا يجب أن ينتهي، هيا اشربي الدواء. ابتعدا. الطبيب وصف لك هذا الدواء، هيا اشربيه بسرعة. ساندي، لنرحل بسرعة وإلا سيكون الوضع الآن سيئا. بسرعة، هيا. لا أعرف ماذا أفعل بها، مسكين ابنتنا تينا. ساندي، هل سنذهب إلى السينما معا؟ بالطبع سنذهب، أنا معك في كل مكان، لن أتركك. أنا سعيدة لوجودك، على الأقل لست وحيدة. مرحبا تينا، هل لديك جدول الأسبوع القادم؟ نعم، أعني لا، أو لا أعرف. نعم أم لا، هل يمكنك الرد بوضوح؟ نعم أستطيع. أنت حقا غريبة جدا. حسنا، وداعا. وهو ساندي، هل رأيتي؟ لقد حدث معي لأول مرة في حياته، أنا مصدومة. إذا أنت معجبة به. من قال لك ذلك؟ عينيك تلمع. هل تظنين حقا أن كريس سيلاحظك؟ لما لا؟ أنت قبيحة. بل أنت هكذا، سأذهب الآن. انظري، أخت إيفا واقفة. هل تتحدث مع نفسها مجددا؟ أنت، إذا وصلت المسحة هكذا فسأقطع صداقتنا، وأنت هي الغبية. هل أتصدقك الغير المرئي مجددا؟ اتركني وشأني، هذا ليس من شأنكما. وكيف تبدو صديقتك؟ هل هي سخيفة مثلك؟ وترتدي نفس الملابس، أنتما الآن صديقة غريبة الأطوار. لماذا تقفين؟ رد عليهما. هل قلت أرد عليهما؟ ماذا؟ لقد تعبت منكما، خذا هذا. أحسنت يا تينا، ممتاز، تلك المزعجة تستحقني ذلك. أستاذ أريل، أرجوك لا تتصل بوالدي. أنت تتصرف بشكل سيء، وانخفضت درجاتك أيضا. لن أفعل هذا مجددا. ما الأمر؟ ماذا تسمحان لنفسكما؟ أنتينا هاجمت علينا، إنها تصرخ وتخيفنا. هذا مخيف جدا. غريب، لا أحد هناك. يجب أن نطرد تينا من المدرسة. لا تقلقا، سأتحدث مع والديها. ما الذي سوف نفعله؟ تينا لا تريد أخذ المهدئ. سأفعل أي شيء لمساعدة ابنتنا. هل ناديتماني؟ إيفا، نحن بحاجة لمساعدتك. أي مساعدة؟ يمكن أن تصبح صديقة تينا، تحتاج أصدقاء. هل ناديتماني من أجل هذا؟ وداعا. إيفا، توقفي. إذا أخذت تينا معك إلى مجموعة الفتيات أليس وكيسي، أنا وأبوك سندفع لكم تكاليف رحلة البحر. يمكنك اختيار المكان حيث ستذهبان، سأعطيكم المال أيضا للتسوق. وتسوق أيضا؟ واو، أنا واثقة سأساعدها، ففي النهاية هي أختي الحبيبة. شكرا لك يا إيفا على تفهمك. نعم نعم، أتظنان حقا أنني سأصبح صديقتها؟ مستحيل، بمجرد أن أحصل على المال وداعا تينا. ساندي، ماذا فعلت به؟ من أشبه الآن؟ فتاة رائعة تماما مثل أختك وصديقتها المزعجات. ارتداء ملابس إيفا لا تجعل مني رائعة. أنت لا تفهمين شيئا، لا تفهمين شيئا، انظري في المرآة كما أنت جميلة. فظيعة، من هذه؟ أيتها الغبية، إنها أنت. ساندي، ماذا فعلت بي؟ لن أصبح جميلة هكذا أبدا. هذا يكفي، خذ الهاتف واتصل بكريس.
توقفي بمن أتصل. كريس، هرجون أنت؟ أما المشكلة، اتصلي وادعي إلى المقهى. سيرى أنني من أتصل، لذلك لن يرد علي. حقاً، كريس ليس لديه رقمك حتى. كيف سيعرف؟ منطقي. حسناً، سأتصل. وماذا أقول؟ اتصلي بالصوت المتغير وادعي إلى المقهى. ألو، أسمع. ألو، أنا المعجبة السرية. هكذا هكذا أحسنتي. وماذا تريدين أيها المعجبة؟ لنلتقي في المطعم لنتعرف على بعضنا البعض. حسناً، أنا مهتم جداً بمعرفتك. مرحا سيندي، لقد نجحت، لقد قبل دعوتي كريس. أنت تساعدينني جداً يا صديقتي، دعيني أحضنك. أوب أوب. هكذا. ساندي، لماذا أحتاج إلى هذا؟ حتى يفهم على الفور نواياك الجادة. فهمت، هذه فكرة رائعة، لنذهب. تينا، لما أتيت هنا؟ ساندي، لماذا نحن هنا؟ أخبري بما تشعرين اتجاهه. هرجون أنت. مع من أنت؟ كريس، ألا تمانع إن وقفت صديقتي هنا؟ هل أنت مجنونة؟ أنا أنتظر شخصاً، ارحلي من هنا. ساندي، إنه يطردنا. فهمت فهمت، أنا في الواقع تلك الفتاة الغريبة التي اتصلت بك. أنت مجنونة؟ لا، الأمر هو أقول لك، هل ترى هذا الشيء؟ و؟ أنت رائع جدا. أنت مجنونة، ابتعدي. لا كريس، إلا هذا. تينا لا تبكي، كل شيء بخير. بخير؟ هل أنت جادة؟ بسببك خاف مني. لا تقلقي، لا تزال لدينا فرص أخرى. ألو أليس، باختصار لدي فكرة رائعة، سنقيم حفلة ويجب أن نرتدي جميعا فساتين رائعة، والجميع سيصوت من الأجمل منا. مذهلا، أنا موافقة. إيفا. مجنونة، أخفتني. أريد الذهاب إلى الحفلة أيضا، خذيني معك. أنت معي؟ تينا، ليس لديك فستان حتى. إن ذهبت معي ستخبرين الجميع عن صديقتك الخيالية وإهانة نفسك. لا، أريد قضاء الوقت معكن فحسب. حسنا، تعالي، ولكن ارتدي ملابس جيدة. رائع إيفا، أنت الأفضل. شكرا لك إيفا. أوي، ما هذا؟ هل تصالحت بناتي؟ أمي، أتتصورين؟ إيفا دعتني إلى الحفلة. كم هذا رائع، هل ستصبحان صديقتين الآن؟ نعم بالطبع سنفعل. نعم. كم أنا سعيدة بكما يا بناتي. حسناً، سأذهب الآن لكي لا أزعجكما. ابتعدي عني. اذهبي واستعدي، أنا أيضاً. ألو سيندي، هل سمعت ذلك؟ لقد حلمت بهذا جداً، سأكون في حفلة مع زملائي. لا، إلا هذا. هذه كارثة، سأحرج نفسي مرة أخرى. سيندي يكفي، لدي مشكلة وأنت تسخرين مني. وي، ما هذه المشكلة؟ اذهبي وحضري نفسك أو اذهبي إلى الحفلة. ليس لدي فستان، وهناك سيختارون من أجمل الفتيات. هل تأمرين على شيء؟ بالطبع لديك فرصة. لدي فرصة ولكن لا يوجد فستان. ماذا يمكنني أن أقوله؟ لدي فكرة، لدي فكرة. حسناً، تحدثي بسرعة. لنذهب إلى الغرفة، ولكن خذي معك كيس الحلوى، سنفعل كل شيء الآن. لقد جاء الجميع. حسناً، نحن مستعدان للتصويت لأجمل فتاة. ربما سأكون أنا. نضحك. هيا بنا لنبدأ. أنا خائفة. اذهبي هيا، هل صنعنا الثوب بلا فائدة؟ سيختارك الجميع بالتأكيد. مرحبا بالجميع، ها هي أنا. يا لها من أضحوكة.
حسناً، هل اخترتم أجمل فتاة اليوم؟ يمكننا فعل ذلك الآن لأن الجميع سيصوت لك. هل فزت الآن؟ لقد أحب الجميع فستاني. انظروا، لقد سقطت أروع فتاة. تينا، من الأفضل أن ترحلي من هنا لأنك ستفسدين الحفلة للجميع، على الرغم من أنك بالفعل أفسدت الحفلة بمظهرك الرهيب. أنت من أحرجني، أنت من اخترع هذا فستان الغبي. ماذا؟ كيف تقولين ذلك؟ ارحلي من هنا، أنت لا تساعدينني بل تفسدين كل شيء. ارحلي من هنا، لا أريد رؤيتك. يجب أن نتصل بالإسعاف بسرعة، إنها مريضة. أردت كما الأفضل. أنت لم تحمني، أنت لا أحد لي. إنها مجنونة، سأتصل بوالدي. ابنتي، سنفعل كل شيء لتتعافي. سامحينا لأننا لم نعتني بك بما فيه الكفاية. أمي، أبي، هذا يكفي، أنا بصحة جيدة، أنا بخير. يبدو أن صحة تينا تتحسن، هذا أمر رائع. وكيف حال سيندي؟ هل ترينها؟ لا، لقد رحلت من الحفلة بعد إحراجي ولم أرها بعدها. لا أريد صديقة مثلها، هي عديمة الفائدة. هذا عظيم، إذن ستعودين إلى المنزل قريبا. ألو؟ نعم كيسي، تينا لا تزال في المشفى، آمل أن يرسلوها إلى مستشفى المجانين مع صديقتها الوهمية. ألو كيسي؟ ألو؟ ما هذا؟ ما هذا؟ لا، لا أحد هنا. تينا قالت أنني لا أساعدها، إذن سأفعل كل شيء كي لا يسيء إليها أحد. ما هذا الهراء من هنا؟ أمي، أمي أنقذيني، أمي أرجوك. خذي هذا يا إيفا. ما هذا الهراء؟ ساعدوني. لماذا لم لماذا أعاني؟ لماذا؟ لا، ماذا؟ لا تلمسي تينا وإلا ستحصلين على المزيد. والآن اللمسة الأخيرة. شعري. أجل، لكن لما رحت النهاية متوقع ذهنك. مرحبا بالجميع. لقد وصلت المصممة اللذيذة إلينا. هل تعالجت أم ستواصلين في رؤية الأشباح؟ أو مع من كنت تتحدثين طوال الوقت؟ لا تلمسوا تينا، توقفوا عن إهانتها. أوه إيفا، هذا مظهر جديد. يا للهول، ماذا أصاب رأسك هكذا؟ وبالإضافة تحمي تينا. توقفي عن طرح الأسئلة الغبية، سنقيم حفلة من أجل تينا وسنطلب العذر منها جميعا. إيفا، هل تريدين التصالح معي؟ ليس لدي خيار. آسفة يا أختي على أنني أسأت لك، لنفعل هذا بعد الآن. لا يهم، نحن مختلفتان قليلا، لذلك لا نفهم بعضنا البعض دائما. إي، إلى أين أنتم ذاهبون؟ أردت أن أعرفكم على الطالبة الجديدة. ما؟ وها هي، هذه الفتاة ستدرس معكم. أجل، تشرفنا جدا ولكننا لا نهتم. هل ترونها جميعا؟ أليس؟ كيسي؟ نعم. لنذهب هيا. لحظة، إلى أين تذهبون؟ وماذا عن التعرف؟ توقفوا أيها الطلاب. ساندي، هل هي أنت؟ هوه، هل تعرفيني؟ ولكن من أين؟ ماذا، ألا تتذكرينني؟ لا، هذا لا يهم، أشكرك على كل شيء.
أردت دائما صديقة تشبهك وها أنت أتيتي. أنت ظريفة، ربما قد نصبح أصدقاء حقا. تفضلي. واو، هذه حلوة المفضلة، كيف عرفتي؟ لم أقصده، لم أظن أنه سيكسب. فلا تمسح هذه اللقطة، ستكون لقطة مضحكة. فعلتها بالصدفة. ماذا الآن؟ إنه يقطر. لم أتوقع ذلك. إنه يقطر. أرجوك سامحيني. لا تمسح هذه اللقطة، ستكون مضحكة جدا جدا. لا، لا أحد هنا. حسنا، هل أعجبكم فستاني؟ نعم. لا، لم أفهم ما قلتي. هذا رائع، حقا رائع. انظر. أنا مصدوم. احضري مقياس الحرارة من جديد. والداي يظنانني كذلك. اجلسي واشعري بارتياح. يبدو أن سيندي أوي. حسناً، هيا نعيد اللقطة.